وبنبقى بعالم تصوير، ولكن تصوير من نوع تاني وضيفة غير شكل. فتاة ترتدي ملابس الرجال، تقف على ارتفاع عال أو بالقرب من منطقة خطرة، تمسك بكاميرتها لتخلد من خلالها أروع مشاهد الأكشن والتفجيرات في مجموعة من أشهر الأفلام والمسلسلات. قد يكون هذا مشهدا غير مألوف في عالمنا العربي، لكن حلم ضيفتنا الذي ظل يراودها لسنوات جعلها تتنازل عن إحدى الوظائف المريحة المستقرة لتشق طريقها في عالم التصوير السينمائي وتكون أول مصورة أكشن مصرية شاركت في عدد من أهم الأعمال التي عرضت خلال السنوات الأخيرة مثل هروب اضطراري وحرب كرموز والفيل الأزرق والممر. معنا في الاستوديو أنجي شاذلي، أول مصورة أكشن مصرية. صباح الخير يا أنجي. صباح النور. صباح الخير يا أنجي. صباح النور. نور، شو هالضحكة الحلوة أنجي؟ خبرة. نورتينا في يوم جديد. أنجي أكيد أكيد هيكون عندي فضول أعرف بداياتك. أنت تقريبا بديتي من 2000 آخر 2012 ل 2013. مظبوط. هاي كانت بداياتك. خبرينا أكثر عن بداياتك، شو اللي خلاك تتجهي لهذا المجال؟ شو هي نقطة التحول في حياتك اللي خلتك فعلا تاخدي قرار أن أنت تكوني مصورة أكشن؟ بصي انا ابتديت برضو فعلا زي ما قلتي من 2012 ل 2013، كنت بصور عادي الميكنج الفوتوغرافيا الحاجات اللي موجوده في الافلام والمسلسلات. بعد كده شويه شويه قابلت عمرو ماجايفر المسؤول عن مشاهد الاكشن تقريبا اللي بتحصل في مصر كلها والوطن العربي طبعا. انا حابه يعني بصي انا طبيعتي حابه ان انا اتحرك كتير، ما احبش اعمل حاجه كمان تقليديه مش زي الناس. حابه الموضوع مختلف، موضوع يكون مختلف واوت اوف ذا بوكس زي ما بنقول. بالظبط. فلما قابلت عمرو فجاه لقيت نفسي ما بصورش غير مشاهد الاكشن. فلما اتكلمت معاه قلت له انا عايزه اصور بس الحاجات اللي معاك دي، مش هقعد بقى اصور حاجات عاديه وحاجات كده. فقال لي طب تعالي يلا نجرب يلا نعمل كده. فبدات فعلا ان انا اصور مشاهد اكشن كتير قوي لغايه ما بداوا عندي في الميديا كلها بداوا انجي بتصور اكشن، انجي بتصور اكشن. ارتبط اسمك بالاكشن. بالظبط، ان طول الوقت ما بصورش غير اكشن. فلقيت الموضوع بصراحه انا بالنسبه لي مني انا كشخصيه بحب الحركه كتير، بحب ان انا اتحرك كتير وبحب ان انا اعمل حاجه مختلفه، فالموضوع كان مختلف معايا وكنت دي حاجه كانت بسطاني جدا. ذكرنا بالمقدمة أنه بتلبس يمكن لبس هو أكثر للرجال وبتنزل على التصوير، كيف قدرتي كسرتي هيدا التفكير يمكن أنه لا مش بس الرجال هن يلي بيمسكوا الكاميرا وبينزلوا بيصوروا أفلام أكشن أو بيصوروا صور بتكون يمكن غريبة، لأنه يمكن معروف البنت يلي بتصور فوتوغرافي هي بتصور يمكن بورتري، بتصور أطفال، بتصور هيك قصص يمكن تكون ناعمة، فكيف قدرت أنت غيرت هذا التفكير؟ والله عايزة أقول لك أنا خدت مجهود كبير جدا عشان الموضوع يوصل لكده. يعني في ناس انتقدتني كتير اللي هو إزاي بتعملي ده، أنت بنت وبتصوري الحاجات دي إزاي وحاجات كده. فلقيت الموضوع ملوش علاقة بقى بنت وولد، يعني اللي هو أن أنا بصور أكشن وبصور حاجات كده، هو الموضوع اللي علاقة ب أنا حاسة بإيه وعايزة أعمل إيه، انما ملوش علاقه ان ده ولد ودي بنت بتعمل حاجات ليها علاقه بالولاده. خلاص هو الموضوع وصل معاك لشغف ومتعه وخلاص انت حاسه حالك هون. بالظبط بالظبط، حاسه ان ده مكاني بقى، ده انا يعني دي الدايره بتاعتي اللي بعرف اتحرك فيها براحتي جدا وانا مرتاحه جدا ومبسوطه جدا. طيب يا انجي احنا بنستعرض بعض المشاهد من فيلم الاكشن، يعني في سرعة في الحركة، في مثلا شوفي مثلا ممكن يكون اللقطة الموجودة بتكون صعبة، كيف انت بتقدر تكوني موجودة فعليا وتصوري هاي اللقطة وتلقطيها وتحققي مثلا انه انا اليوم طلعت بالصور 1 2 3 قدرت ان انا اخذ الصورة هاي، قدرت ان انا اعمل هذا الشيء، يعني برضو هاي مجازفة يا انجي. صح، صعبين هي. يعني بس عايز اقول لك على حاجه، هو في الاول كنت انا بخاف وبقلق بصراحه. هلا يعني شايفه يعني حتى المصورين الكاميرامان يعني بصي هتلاقيني واقفه ورا الكاميرا هنا لان ده كان انفجار، يعني هو لبس ولادي برضو انا عارفه الموضوع. فانت ما كان عندك الرهبه هذه امتى فعلا انجي قالت انا خلاص راح اكسر هاي الرهبه وراح افوت؟ بصي هي ابتدت معايا الاول مسلسل ابن حلال، كان وقتها كان في انفجار جامد جدا، عايز اقول لك انا اتخضيت خضه مش طبيعيه.
اوكي يعني كان بالنسبه لي ايه ده، ده انفجار بجد. كنت فاكره الموضوع بقى كله جرافيك وبيركبوا حاجات وبيعملوا حاجات، فلقيت الموضوع حقيقي. فشويه شويه لقيت نفسي، طب ما انا عادي، ما انا اصور، ايه المشكله، ايه اللي هيحصل يعني. فشويه شويه لقيت الموضوع طبيعي يعني. بس المهم ان انا عشان مع عمرو ماجايفر واندرو ماكنزي، فهم بيبقوا عارفين المساحه بتاعتي هبقى واقفه فين، او منطقه الامان بتاعتي هتبقى عامله ازاي. فده برضو ساعدني ان انا ابقى عارفه مكاني فين، وان انا ما اكونش بقى خايفه وممكن يحصل لي حاجه او كده. ف متأمنة. تعتبر يمكن انه مشاركتك مع فنانين مهمين ونجوم مصريين كبار مثل عادل امام واكيد غيرهم بتعطيك ثقه كبيره بشغلك. ما بعرف، خبريني يمكن هل في مثلا تعاطي معهم مباشر لهالممثلين؟ قد ايه يمكن كمان بيحكوك بطريقه حلوه او بيشجعوك وقت يشوفوا انه في بنت اون سات عم بتصور مشاهد اكشن؟ والله بصي، ابتدت الاول معايا كان احمد عز، اتفاجئ يعني. اول حاجه ما كانش بقى الممر ما كنتش بصراحه انا المصوره الوحيده، كان في كذا حد اكيد. بس في بدايتي خالص قابلت احمد عز، هو بالنسبه له كان مين دي يعني، افتكروني جايه مع حد يعني، ايه بتفرج على اللوكيشن. زياره لطيفه بالظبط. وتمشي. بعديها شويه شويه لاني بشتغل، اللي هو استغرب بعديها يعني، اللي حسيت انه استغرب قوي كان استاذ احمد السقا. انه استاذ احمد السقا ده الايقونه بتاعت الاكشن في مصر. صح، مظبوط. فاللي هو لما شافني بدات، ان هو عايز اقول لك لما كان في الدور 42 وانا كنت معاه في ال 42، اللي هو ما كانش متخيل، اللي هو يعني ما كانش يعني شايفني بعمل اي حاجه الا ان انا اعمل كده. فكان بالنسبه له الموضوع غريب، وحسيت فعلا في عينيه المفاجاه. بس هو كان بيشجعني كتير جدا، ان هو لما شاف كده انا اوريدي بشتغل معاه دلوقتي، فاللي هو دايما شايف اي حد بيقول له لو ان جي دي هي اللي معايا في اي حاجه ليها علاقه بالاكشن، ان جي دي موجوده معايا في اي حاجه. فده شجعني اكتر ان انا اكمل. اعطيك ساعه بالنفس. اكيد هذا الدعم، الدعم الكامل. طب انجي، دايما احنا بالعاده المفروض ان انا اسالك، اقول لك شو هي اكثر المواقف الصعبه، اكيد هتجاوبي لي على هذا السؤال ولكن اللي حابه اساله اكثر يعني، شو هي اكثر المواقف الطريفه بالنسبه لانجي اللي تسجل في تاريخ انجي وتحسيها انه هي يعني انت اوكي مصوره اكشن وهيك، في انطباع بقول ان انت جافه ورسميه، ولكن لا، في موقف طريف بيحصل لإنجي بتضحكها أو بتحب تقولها لأصحابها؟ أقول لك بصي، في مشهد احنا شفناه دلوقتي وأنا بصور انفجار عربيتين وحاجات كده. في العادة بعد الانفجار العربية، فانا ايه بصراحه بروح يعني اروح عليها وابدا ان انا اشوف بقى العربيه حصل لها ايه، وصلت لفين، انا كده كده بحب العربيات يعني. فبتصور بعد كده بقى معاها سيلفي او حد يصورني. ففجاه المفروض بقى انا قدامهم يعني جامده جدا وبخافش من الحاجات دي، هم اصلا يعني انا الوحيده اللي بروح بعد الانفجار ما بيحصل، انا بروح على هناك. فبعد ما الانفجار ده بيحصل ان الكاوتش بيفرقع يعني انا ما خفتش من الانفجار، فخفت من الكاوتش، الكاوتش فرقع، فانا طلعت اجري. لو ايه ده، انت ده كان لسه العربيه دي كانت بتتفحم قدامك، انت ما خفتيش؟ بخاف فعلا من الكاوتش لما يجي فرقع بجري. اللي هو لا، هي يمكن كانت خضة هيك مفاجأة فما كنتش عاملة. لا أنا كل مرة بخاف منها الحقيقة. كل مرة بعد ما تعودتي يا أنجي. كل مرة بخاف منها. أنجي، أنت درست الكمبيوتر ساينس وهلأ عم تشتغلي بالتصوير. خبريني، ما بعرف طموحك لقدام شو؟ هل شايفة أنه في استمرارية إذا فينا نقول تصوير الفوتوغرافي لأفلام الأكشن، ولا يمكن بتحب ترجعي كمان لعالم الكمبيوتر ساينس لشغلك الأساسي؟ وين شايفة نفسك بعد كم سنة لقدام؟ والله انا يعني في الاول خالص كان طموحي ان انا ابقى برمجة وابقى مهندسة جامدة جدا وحاجات كده. هو انا ما تخليتش عنه قوي بصراحة، بس التصوير حياتي كلها وبياخد وقت كتير كمان التصوير، مش هين. دي حقيقة. بلس ان انا يعني عملت لنفسي كيان مش موجود في السينما. يعني بقى دلوقتي بينزل في التترات مصوره الاكشن انجي شاز، واول مصوره اكشن في مصر كمان. بالظبط. فعملت لنفسي كيان، فحسيت في وقت كده ان انا مش هيبقى سهل ان انا ابعد عن الكيان ده، وقررت الفتره اللي جايه ان انا اشتغل حاجه اسمها ستادي كام. أوكي. ان انا ابدا ان انا اتحرك حركات سريعه مع المشاهد، بدل ما انا ابقى ماسكه الكاميرا وابقى واقفه في مكان معين وحاجات كده. فخصوصا حابه تجازفي اكتر. بالظبط. وخصوصا كان برضو ما فيش في مصر بنات ستادي كام، كلهم بقوا موجودين بره مصر. يعني ستادي كام يلي انت عم تصوري مشاهد بقلب الفيلم مش فوتوغرافي. بالظبط. صح، بالظبط. حلو كتير. طيب انجي، يعني دايما احنا بنقول انه الطموح ما له سقف، واكيد انت طموحك ان انت تصوري مع نجوم عالميين، توم كروز، فان ديزل. يعني فان ديزل فان ديزل اكيد.
طموحك هذا شو رح تعمل لحتى توصلي لإله؟ كيف حابه، كيف في استراتيجيه معينه ماشيه فيها لحتى تحققيها؟ والله بصي بصراحه في النقطه دي بالذات انا سايباها يعني بالصدفه، يعني لما الصدفه لعبت معايا شويه. بدات معايا بتايسون في فيلم حمله فرعون، فكان الموضوع كان قوي جدا، خصوصا انا بلعب بوكس برضو كمان. بدنا لكن حلقه تانية تنتكلم عن لعب البوكس معك يا انجي. فكان الموضوع بالنسبه لي ان تايسون موجود كان حاجه قويه جدا. بعد كده في فان دام لما كان موجود في مصر كان بيصور حاجه هنا، لقيت نفسي كنت موجوده وبصوره. لأوبويكا لما كان في حرب كرموز، لقيت انا كنت بفكر نفسي اصور ناس بره مصر، لقيتهم اللي بره اصلا كانوا جايين عندنا. فدي كانت بالنسبه لي اول ستيب ان انا اصور بيها ممثلين او ناس رموز عالميه او موجوده فعلا. ان شاء الله على كل حال يا انجي يعني توصلي لكل شيء بتتمنيه. نحن فخورين فيك جدا وفخورين وقت نشوف كمان بنت عم بتغامر باي مجال بتكون عم تعمله. شكرا لك المصوره الفوتوغرافيه للافلام الاكشن انجي الشاذلي. شكرا لحضرتك. شكرا، نورتينا انجي.